بداية نتحدث عن جديدك الفني الذي سيبث لأول مرة على قناة شروق نيوز، عن الفكرة، التعاون وما يتعلق بالعمل. على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم. هي في الحقيقة أنا سحرني مع يعني في تحضير ألبوم اللي عندي تقريبا 10 سنوات ما سجلتش ألبوم. يعني على خاطرش على بالك موسيقى بدون كلام، يعني مش كيما وين اغاني لي، لازم فريمون يعني تكون فيها يعني من الجانب الروحي والاحساس، وصافي لما كانوش حاضرين هذا الشيء. جمهور خاص ربما. هي في الحقيقه جمهور خاص ولا عام، يعني على خاطرش موسيقى تبقى موسيقى، ماشي يعني ماشي مقيده في قال مثلا هذا النوع قال شعبي ولا روك ولا سي، يعني للكل، فهمت؟ وخاصه كيكون موسيقى الاحساس، يعني في اي واحد فينا وقت ما يعني محتاج لهذاك شويه الهروب هذاك. صح، فوالا. وفي نفس الوقت كنا راني مع شويه مهرجانات يعني في الخارج، في نحاولوا كيفاش. سنتحدث عن هذا بعد قليل. نعم. الروح وثلاثه ايام، لماذا هذا الاختيار محمد رمضان؟ هو في الحقيقه الاول مرسو هذا، اول قطعه البريمير مرسو هذا يحمل عنوان الروح، اللي عملته ديجا عنده تقريبا 14 عام، وقطعة موسيقية هذه اللي بقات يعني الناس يعني مسموعة لحد الآن. حبيت نعود لها يعني كيفاش نقولوا صبغة واحدة أخرى، نعطي لها شوية يعني غينوفي، وخاصة فيها بعض الموسيقيين اللي عزفوا معايا اللي زادوا يعني زادوا اللمسة تاعهم، كيما الباسيست إمرح كابتن هو من الأصل تركي، والأخ تاني إلياس أوزيبك اللي هو تاني تركي تاني يعزف على يعني دمجتوا الموسيقى. نعم، دمجتوها. فوالا يعني هاد زادوا لها هاد وعاودنا يعني تهذيب واحد آخر يعني باش نعطيو لها ينوتر ديمونسيون. فوالا. وكاين الدوزيام مورسو اللي يحمل عنوان 3 أيام، هو في الحقيقة القطعة الموسيقية هذه للأستاذ الكبير أيت منقلات، الونيس أيت منقلات، اللي يوم الأيام تلاقيت معاه وأنا أيت منقلات يعني نعزه بزاف ونحترمه كإنسان وكفنان والفنان اللي مد يعني الكثير للثقافة الجزائرية. كنت حاب نعمل له يعني هدية يعني، لكن ما عرفتش واش نقدر نعمل الإنسان هذا. يعني تجربتي يعني المتواضعة قلت نعزف قطعة موسيقية مدياولو ونعطي لها، لكن بإحساسي وبالبصمة تاعي. يوم الأيام سمعت واحد الأغنية هذه 3 أيام اللي معروفة واللي هو يعني يحكي فيها القصة تاعه. سمعت واحد الأطفال صغار يعزفوا فيها، يعني قاسني بزاف الأغنية هذه. تم قررت باش نعمل هذه الاغنيه، وعلى كل حال هو ما هو مازال ما سمعهاش، سمع بالخبر هكذا باللي راني نحضر له واحد الاغنيه، لكن ان شاء الله ستكون ان شاء الله يسمعها من إن شاء الله. نعم. من قناه شروق. نعم، إن شاء الله. تشاركون في عديد المهرجانات خارج الوطن، وهذا يعني ان الفنان الجزائري نجح في التعاون واثبت حضوره على في المحافل الدوليه، اليس كذلك محمد؟ والله شوفي، على كل حال انا جاب لي ربي سنه الله في الارض. احنا نريحوا نحكموا نهضروا على الفنان، بليس كان نهضروا على الفن في العالم الفني. حقيقة احنا كي نروحوا يعني اشاك فوا يعني في مهرجانات في الخارج، دائما نخليوا البصمة تاعنا. يعني مثلا يعني الفنان الجزائري مطلوب في الخارج؟ مطلوب كثير، مطلوب يعني ويعني وخاصة النوع تاع الموسيقى اللي تكون تقدم فيه، ولا يعني هما واش يسناو الرسالة تاعك واش راهي تحكي. صافي ندير يعني باسكو كان الرقص ولا تاع راهي باغتو، مي هما يحبوا توسكي يعني حاجة تكون أصيلة وحاجة تكون يعني فنان بصح عنده رسالة اللي راهو جايبها من بلادو وباش يتكلم بها الناس اللي يكونوا تما يعني في أي بلد يعني من بلد الخارج.
هذا شيء مهم ويحترمه كثير. والجانب الموسيقي يحوسوا يعرفوا يعني الطبقات اللي تعزفوا فيهم، الآلات الموسيقية اللي تستعملوها، يعني هذه يعني جانب مهم كثير في المهرجانات في الخارج. طيب محمد روان، أنت طبعا متتبع للحراك الأخير والجدل الذي يعيشه الفن الجزائري بين رفض الحفلات الفنية وتأييدها، تعليقك ربما؟ والله شوفي، أنا يعني تعليق تاعي راح يكون يعني فريمون تري سامبل. أنا نقول بالك هذه شغل موجة برك كما احنا نقولوا بالدرجة، يعني سحابة وراح تجوز، على خاطرش كي تشوفي مثلا العوام اللي فاتوا، العام اللي فات ولا ما كانش هذه الظاهرة هذه، كانت يعني عادي وكانوا فيها مام يعني فنانين من الخارج يجوا وما كانوش هذه المشاكل. وهذا العام كي كانوا يعني خاصة بزاف الفنانين الجزائريين باش يقوموا بحفلات صراو هذه المشاكل اللي راهي عايشة. حتى وزارة الثقافة استغنت عن الفنانين، جلب الفنانين من الخارج أو البلدان العربية هذا العام. نعم نعم، اكتفت فقط بالفنانين المحلي. نعم, نعم. جوستومون وشفنا بزاف وصراو بعض المشاكل اللي صراو في يعني يقاطعوا الحفلات وكذا. هذه بون يبقى يعني سؤال مطروح على كل حال. وفي نفس الوقت بالك الناس اللي قاطعوا هذه الحفلات هذه بالك عندهم يعني رساله حبوا يوجهوها، لقاو هذه الوسيله هذه اللي باش تلحق الرساله تاعهم. بالك دوكا الله اعلم انا واش راهو صار يعني في الجنوب. نعم محمد روان، لكن الفن دائما كان رساله سلام وحب وتعايش ونجح في ربط جسور التواصل، ليس كذلك؟ لا هذه معروفه، هذه انا نقدر نقول لك قوه تاع بلد هو الفن تاعها، يعني عبر الفن يعطيك صحة، عبر الثقافة تاع البلد أي بلد يعني يكون. الحاجة الأولى لازم تشوف له الثقافة تاعو، ولا كانت الثقافة تاعو يعني المستوى اللي لازم تكون فيه، تعرفي باللي بلد يعني ناجح ويعني عنده مستقبل، ولو يكون يعني في نفس الوقت هذاك فيه بعض المشاكل يعني تاع مشاكل اجتماعيه ولا. نعم. لكن على بالك باللي هاو جاي نهار وين يعاود يطلع. نعم. فوالا. الفنان محمد روان، شكرا جزيلا لك على هذه الفسحه، نتمنى لك المزيد من التألق والنجاح ان شاء الله. الله يحفظك، شكرا، نشكركم على الدعوه اللطيفه. شكرا، العفو. يسلمك.